جمبري بالاناناس، سلطه الجمبري بالاناناس. المكونات: جمبري وسط متنظف، اناناس، بقدونس مفروم، زبيب، عين جمل، فلفل رومي، جبنه فتة، بصل احمر، وجرجير. ابتدي الاول احط طاسه على النار، اسوي الجمبري في شويه من زيت الزيتون، معلقه ونص مثلا، وابتدي اجهز السلطه. هاخد البصل، انا بحب اقطع البصل حلقات كبيره علشان لو عاملين عزومه وما عندنا حد ما بيحبش البصل ما ايه يقدر، يبقى سهل ان هو يشيله من الطبق او يعني يجنبه. هنقطع البصل، هناخد واحده من الفلفل هزقها كده جوه للاخر خالص حلقات كده برضو كده. كل اللي المفروض يتقطع اتقطع خلاص. اسهل على نفسي بقى الدنيا واجيب بوله كبيره افرط فيها البصل كده، ابتدى الزيت صوته يطلع بيطقطق فكده يبقى سخن قوي. نقدر نحط الجمبري اخر واحده. عايز اقول لحضراتكم ان انا اقدر المس الجمبري بايديا وهو ني، او السمك وهو ني، لان زي ما حضراتكم عارفين السوشي والحاجات دي كلها بتتاكل نيه، غير اللحمه والفراخ، غير يعني اللحمه برضو ممكن تتمسك نيه، لكن الفراخ بالذات او الطيور عامه يفضل ان احنا ما نمسكهاش نيه خالص، او يعني نخلي بالنا نغسل ايدينا كويس بعد ما نستعمل اي حاجه من الطيور نيه. وادي الجرجير، عين الجمل، والزبيب. طبعا اللي ما بيحبش الزبيب وما بيحبش حاجات المسكره على الاكل خليه على جنب. هاخد معلقه صغيره فلفل اسود واقل منها شويه ملح، والبقدونس المفروم، اقلبهم. احط الجبنه، اي مكون من المكونات اللي قدام حضراتكم ما بنحبوش نشيله على جنب. في ناس كتير قوي تقول لك زبيب مع الاكل مش تمام، بس يعني جربوا مره وبعدين ايه قرروا ما تستعملوش تاني. هقلب الجمبري، والزيت بس الهواء جاي في وشي فالزيت بيطير عليا، هبعد شويه كده. كده الجمبري فاضل له يمكن دقيقه ويطلع من على النار. هقسم بس الاناناس، طبعا الاناناس ده موجود معلبات فنقدر نجيبه في اي وقت في السنه مش لازم نستناه. لو تاخدوا بال حضراتكم انا ما حطيتش اي دريسنج عليها خالص، في الاخر بس هرش عليها رشه ملح وشويه من زيت الزيتون وخلاص. شيل الجمبري من على النار، ادي الاناناس، هاخد الجمبري بالزيت اللي فيه كله زي ما هو، حطه كده ايه على وش الطبق. وبدل ما احط بقى زيت وملح هستعمل الدريسنج ده اللي كان موجود على السلطه. طبعا هي سلطه يفضل ان احنا ناكلها تبرد شويه بس.